خلينا نروح دلوقتي لزميلنا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر عشان نتعرف منه على احوال المرور النهارده من داخل الاداره العامه للمرور. كريم صباح الخير عليك والكلمه معك. صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا حسام، صباح الخير على كل المصريين، وطبعا البقاء لله. بنعزي الأستاذ ياسر رزق وأهالي وأهل الأستاذ ياسر رزق، وبنعزي كمان المصريين في وفاة الكاتب الكبير. ولكن دلوقتي هنكمل طبعا فقرتنا الخاصة بالمرور. يمكن هنا من الإدارة العامة للمرور هنتابع أكيد المحاور الرئيسية، لكن كمان في ظل الأحوال الجوية السيئة جدا جدا ابتدت بالفعل الأمطار تتزايد، ابتدت السحب تبقى موجودة تسحب اكتر على مناطق القاهرة وتتوجه ناحية الصعيد. يمكن من صباح اليوم كانت ابتدت بالفعل السحاب يكون موجود على الاماكن الساحلية، ولكن اول ما بالطبع المرور رصدوا وجود الامطار داخل المحافظات الرئيسية تم التوجيه للمحافظات بانتشار سيارات الشفط للاماكن اللي من الوارد يكون فيها تجمعات مائية، زي مثلا لما يكون في نفق زي نفق الان اي، او حتى كمان تم توجيه كمان المحافظات بتوجيه سيارات الشفط للدائري تحسبا لاي تجمعات مائيه ممكن تحصل. ولكن دلوقتي خلينا نتكلم على محور اساسي وشريان رئيسي وهو الاوتوستراد. الاوتوستراد زي ما احنا شايفين كده في سيوله مروريه عاليه جدا في الاتجاهين، يمكن باين كمان في الصوره دلوقتي انه بالفعل الامطار متواجده ولكن بشكل خفيف، عشان كده بننصح المواطنين ان هم كمان يلتزموا بالسرعات المحدده واقل منها كمان، لانه يعني تحسبا لاي طارئ من الممكن ان هو يحصل. ولكن بشكل عام اللي حابب يستخدم الاوتوستراد في الفتره دي يقدر يستخدمها سواء الاتجاه ناحيه مدينه نصر او القلعه، او حتى المتوجه ناحيه المعادي وصقر قريش، هيلاقي الاماكن دي دلوقتي متاحه جدا في سيوله مروريه عاليه جدا جدا. لو بصينا للشاشه اللي جنبها دلوقتي وهي طبعا الجزء الخاص بالدائري، الجزء الخاص بالبحر الاعظم، زي ما احنا شايفين في سيوله مروريه عاليه جدا في الاتجاهين، في الاتجاه المتوجه ناحيه الهرم واكتوبر، وفي الاتجاه ايضا المتوجه ناحيه المعادي هنلاقي في سيوله مروريه عاليه جدا حتى في ظل وجود الاصلاحات اللي موجوده والتوسعات الخاصه بالدائري، ولكن ما زال في سيوله مروريه عاليه، وده برضو باين على الارض. بالفعل الامطار ليها تاثير على الارض، عشان كده دايما بننصح المواطنين ان هم يقللوا من سرعتهم. لو بصينا على الشاشه اللي جنبها على طول وهي استكمال الدائري، الجزء الخاص بالمريوطيه، هنلاقي فيه الوصلة الجديدة أو ما كان يطلق عليها الوصلة الجديدة اللي بتودي للمعادي، هنلاقي بالفعل فيه سيولة مرورية عالية جدا، وكمان تحت الوصلة الجديدة في باين قدامنا وصلة المريوطية نفسها، وده اللي جاي من ناحية الرماية، في سيولة مرورية عالية جدا. اللي حابب يستخدم الطريق دلوقتي يقدر يتحرك. لو اتحركنا دلوقتي للشاشة اللي تحتها على طول وهي باقي الدائري أو باقي الوصلة الخاصة بالدائري، ده الجزء الخاص بالرماية والوحات، ده اتجاه الرماية والواحات، وايضا نزله اسكندريه الصحراوي هنلاقي فيه سيوله مروريه عاليه جدا، ولكن طبعا مع وجود الامطار الخفيفه خالص على الطريق ده. كمان الناحيه الثانيه في سيوله مروريه عاليه، وده اللي جاي من ناحيه ميدان الرمايه او جاي من ناحيه اكتوبر متوجه ناحيه المريوطيه، في سيوله مروريه عاليه جدا جدا. زي ما احنا كنا بنقول هنا نزله اسكندريه الصحراوي كانت قدامنا دلوقتي العربيه بتتوجه ناحيتها، لو رحنا بقى ناحيه طريق اسكندريه الصحراوي نفسه زي ما احنا شايفين كده هنلاقي فيه سيوله مروريه عاليه جدا. الطرق الخاصة بالسفر مفتوحة متاحة للمواطنين هي تتحرك، ولكن طبعا توجيهات هنا في الإدارة العامة للمرور لكل سائقي السيارات ان هم يلتزموا بالحد السرعة المتواجد، يعني حسب كل طريق وحسب كل طريق سفر طبعا ليه سرعته الخاصة. لو كمان نزلنا بقى لمحور هام جدا وهو محور 26 يوليو هنلاقي برضو في الاتجاهين، الاتجاه المتوجه ناحية طريق اسكندرية الصحراوي متوجه ناحية 6 اكتوبر او الشيخ زايد هنلاقي فيه سيولة مروريه عالية جدا، ولكن برضو في امطار خفيفه متواجده هنا، السحب ما زالت متواجده، فوارد يكون في امطار اكتر خصوصا في ظل العاصفه اللي احنا بنشهدها النهارده والجو وطبعا برد جدا جدا، عشان الناس كان لازم تاخد بالها وهي نازله. واللي خارج من اكتوبر متوجه بقى ناحيه المهندسين او متوجه ناحيه ميدان لبنان هيلاقي برضو في سيوله مروريه عاليه جدا. عشان كده الطرق بشكل عام النهارده واضح انه فيها سيوله مروريه عاليه في معظم الطرق. اللي حابب يستخدم دلوقتي الطرق في الوقت ده يقدر ينزل، ولكن يكون واخد باله كويس جدا ان هو ما ينزلش غير للضروره القصوى او للاعمال الخاصه بيه، نظرا طبعا لسوء الاحوال الجويه، مع التذكره كمان وتوجيهات للمحافظات بنشر سيارات الشفط في الاماكن اللي من الوارد يكون فيها تجمعات مائيه.
كريم بيبرس بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا ودايما متابع معنا الحالة المرورية وموجود معنا من أماكن التغطيات في مختلف محافظات الجمهورية. شكرا جزيلا ليك يا كريم.